عزيزتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. مرحبا بكم مجددا في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم غادي نهضر فيه على كيفاش نراجع في شهر رمضان، لأن أولا رمضان مبارك عليكم جميعا، وإن شاء الله يدخل علينا وعليكم هذا رمضان إن شاء الله بالصحة والعافية والنجاح في المسيرة الدراسية والمهنية إن شاء الله. إذا السؤال الجوهري في الفيديو اليوم هو كيفاش نراجع في شهر رمضان، وثانيا كيفاش نستغل الفرصة الذهبية ديال شهر رمضان والحجر الصحي المنزلي. بقاو معايا. أولا كيفاش نراجع في شهر رمضان؟ إذا كما كتعرفوا بأنه أيام أخرى مثلا كنكونوا مشغلين مثلا مع الأكل، مع الخروج، مع مجموعة من الأمور. بالنسبة لشهر رمضان النهار كامل كندوزوه صائمين، ومع هذا الحجر الصحي كندوزوه كذلك في الدار. سيتادير كيبقى لنا بزاف ديال الوقت اللي ممكن نستغلوه في المراجعة وفيما يفيدنا، يعني أننا نستغلوه في داكشي اللي غادي يفيدنا. إذا عندنا جوج ديال المبادئ باش نراجع في رمضان. المبدأ الأول هو المكان اللي غادي نراجع فيه. إذا المكان اللي غادي نراجع فيه خصو يكون كتوفر فيه ثلاثة ديال الشروط. الشرط الأول أنه يكون نظيف، تكون كتوفر فيه شرط النظافة. ثانيا يعني يكون ما فيهش صداع، استعدير تكون فيه واحد الراحة. ثالثا ما تكونش فيه رائحة كريهة، يعني الجو العام ديال البيت ولا ديال المكان اللي غادي نراجع فيه يكون فيه الراحة وفيه رائحة اللي هي عادية، ما تكونش فيه رائحة كريهة. يعني المكان اللي غادي نراجع فيه خصني نكون أنا كنرتاح فيه، يعني لما كنتش كنرتاح فيه ما نقدرش نحفظ فيه ولا نراجع فيه، خصني نكون كنرتاح فيه باش نراجع مزيان. المبدأ الأول قلنا هو المكان، مكان المراجعة. المبدأ الثاني هو الوقت، وقت المراجعة. إذا كما كنعرفوا بأن في رمضان كيكون عندنا الوقت الكافي باش نراجع. إذا الآن غادي نقترح عليكم جوج ديال الطرق ديال المراجعة في شهر رمضان. الطريقة الأولى هي بعد التراويح، يعني بعد صلاة العشاء وصلاة التراويح. الطريقة الثانية يعني بعد صلاة الفجر، يعني بعد السحور. أولا غادي نبدأ بشرح الطريقة الأولى، يعني بعد التراويح. إذا كنفطرو، كنصليو المغرب، كنصليو العشاء، بعد كنصليو التراويح. إذا لو ماكسيموم غنسالي التراويح ما بين العشرة والعشرة ونص، يعني العشرة ونص غادي نكون مسالي التراويح وصلاة العشاء. من العشرة ونص لوقت السحور غادي يكون عندي تقريبا واحد ربعة ديال الساعات، تما غادي نجلس نراجع. ربعة ديال الساعات من مور العشاء لوقت السحور غادي نراجع فيها الدروس ديالي بشكل منظم. تفهمنا؟ كيجي السحور كنتسحر، كنصلي الفجر، كنعس كنرتاح. من السحور حتى ل 11 ديال الصباح، اذا هي هذيك 6 ديال الساعات حتى 7 ديال الساعات. الا ما كفاتناش نخليوها حتى الظهر، يعني نوضو حتى الظهر. هي هذيك نتوضا ونصلي الظهر ونجلس نراجع عاوتاني. غادي نراجع ديك الساعات من الظهر حتى الاذن العصر، دونك كاينه تما واحد جوج ساعات ونص حتى ثلاثة ديال الساعات غادي نجلس نراجع فيه. مع العصر نحبس نوض، نتوضا ونصلي العصر ونحط الكتوبة ديالي ونجلس نرتاح شوية. ما نعش، اتونسيون ما نعش، نرتاح شوية هكا جالس، نقرا شي حزب ديال القرآن، ونتقرب المغرب هكا بشي ساعة، نعاون موالين الدار، نحط الطابلة معاهم، نخرج من الجو ديال المراجعة. وهكذا نفطر، نصلي المغرب، نصلي العشاء التراويح، عاوتاني من التراويح للسحور نراجع، ننعس من السحور حتى الظهر، نصلي الظهر، نراجع من الظهر للعصر، عاوتاني من العصر للمغرب نرتاح شوي. اذا هذه هي الطريقة الأولى ديال المراجعة في رمضان. الطريقة الثانية هي بعد الفجر. ما معنى بعد الفجر؟ يعني من بعد ما نتسحر ونصلي الفجر ما غنعش، غادي نبقى راجع من الفجر حتى الليل حتى الظهر، تما كاينة واحد 8 ديال الساعات حتى 9 ديال الساعات بالتأكيد غادي يفيدكم في المراجعة، وغادي ترتاحوا في المراجعة فيهم بشكل منظم دائما بشوية بشوية، ماشي كونتيني، يعني ماشي غير راجع 8 ديال الساعات حتى 9 ديال الساعات، نو، غادي نراجع شوية بشوية. داكور، جوج ساعات ونرتاح ربع ساعة، جوج ساعات ونرتاح ربع ساعة، إلى غير ذلك. وقت الظهر توضى ونصلي الظهر،
وناخذ قسط من الراحة والنعاس حتى يودن العصر داكوغ، والنعاس ونرتاح ديك الساعات حتى يودن العصر. منين يودن العصر؟ نفيق، ماشي غادي نفيق راجع، نو نفيق توضا ونصلي العصر وارتاح، ومن بعد نقرا حزب ديال القرآن مثلا باش يرتاح النفسية ديالي، ثم نعاون مولين الدار في الحطان ديال الطابلة ديال الفطور باش نخرج كما قلت لكم في الطريقة الأولى، باش نخرج من الروتين ديال الحفاظة. من بعد الفطار صلي المغرب ديالي، صلي العشاء، صلي التراويح، ثم ننعس. ما غاديش نقرا دابا من التراويح السحور، نو غادي ننعس مور التراويح، غادي ننعس حتى للسحور. يعني داك الفترة اللي كنحفظو فيها في الطريقة الأولى، نو دابا كنعسو فوق، وهكذا دوالك. يعني من السحور للظهر غادي نراجع، من الظهر للعصر غادي ننعس، من العصر للمغرب غادي نرتاح نقرا القرآن ونعاون مالين الدار، تخرج من الروتين ديال الحفاظ فوق. دونك هذه هي الطريقة الثانية. إذا قلنا جوج ديال الطرق، الطريقة من بعد التراويح اللي حفظها من بعد التراويح ومن ظهر العصر، والطريقة الثانية هي الراجع من بعد صلاة الفجر. داكوغ، إذا هادو هما جوج ديال الطرق اللي ممكن يساعدوني باش نراجع مزيان في شهر رمضان. أكيد التطبيق ديال هادشي اللي قلت لكم غادي يجيكم صعيب، لكن تأكدوا بأنه حتى حاجة ما سهلة. يعني خصني ندير لو ماكسيموم بوسيبل، وخصني ندمر باش نوصل للهدف ديالي. إذا هذا الفيديو موجه للتلاميذ والتلميذات المقبلين على اجتياز الامتحانات، وكذلك الطلبة والطالبات المقبلين على الامتحانات الجامعية. وفي الأخير شكرا على التتبع ديالكم، وكنتمنى صادقا أنكم تطبقوا هذه الطرق اللي تكلمتكم عليهم، حيث غادي يفيدوكم وغادي تستافدوا فيهم بزاف. اللي كمل معايا الفيديو يقول لي الطريقة اللي غادي يختار، واش الطريقة ما بعد التراويح ولا الطريقة ما بعد الفجر. وما تنساوش قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري دائما معكم، أي استفسار وأي سؤال حطوه في التعاليق. موفقين إن شاء الله، دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.